تحل اليوم ذكرى وفاة الممثل والملحن والمطرب محمد فوزي الذي رحل عن عالمنا في 20 أكتوبر من عام 1966 تاركا مكتبة فنية زاخرة بالأعمال المتنوعة. يعد محمد فوزي أول مطرب يقدم أغاني للأطفال وقد برع في ذلك، لذلك يعتبره الموسيقيون رائدا لهذا اللون من الغناء. في مثل هذا اليوم رحل عبقري الموسيقى الفنان الكبير محمد فوزي الذي أطرب الجميع بحلاوة صوته وألحانه بالإضافة لخفة ظله التي خطفت الأنظار في عالم التمثيل. ولد الفنان محمد فوزي في كفر أبو الجندي مركز طنطا بمحافظة الغربية لأسرة متوسطة الحال كثيرة العدد، فقد كان ترتيبه 21 ضمن 25 أخاً من بينهم الفنانة هدى سلطان. درس الموسيقى في معهد فؤاد الأول للموسيقى وبدأ الغناء في فرقة بديعة مصبني التي تعرف فيها على الفنان فريد الأطرش وشكلت البداية الحقيقية لانضمامه إلى عالم الفن، حتى اشتهر وكون علاقات عديدة ما جعله يصل إلى كبار الشعراء وكتاب الأغاني بشكل سريع، واستطاع أن يلحن جميع أعماله بنفسه منها أغاني ماما زمانها جاية، ذهب الليل، حبيبي وعنيا، وشحات الغرام. أسس محمد فوزي شركة مصر فون للإسطوانات عام 1958 حيث كان لها الفضل الكبير في نشر الأغنية المصرية والمطربين المصريين في ربوع المنطقة العربية كلها. بلغ رصيده الفني ما يقرب من 400 أغنية، 300 أغنية منها تم تقديمها في الأفلام.